بعد ما كان عندنا تحية كاريوكا بالدور اللي قامت بيه، وبعد ما احنا عندنا دينا انتي، وبعد ما احنا عندنا فيفي عنده ام مثالية، كل الجيل اللي فات، كل الجيل اللي فات كله لو كانوا دلوقتي موجودين كنا قدرنا نعمل حاجة. يعني حتى من الفنانات، تحية كاريوكا، سامية جمال، سهير زكي ست محترمة جدا، فيفي عبده ست محترمة جدا جايبة أولاد، بنتها كان بالشال في اليونسكو يعني، مدام نجوى فؤاد، دول قيمة وقامة. التكريم، قلتي إنك اتكرمتي من كل البلاد تقريبا إلا مصر. عن الرقص الشرقي. عن الرقص الشرقي. التمثيل اتكرمته، بس الرقص الشرقي. الرقص الشرقي لأ؟ لا. زعلك؟ زعلت؟ طبعا دي حاجة مزعلاني جدا. يعني حتى مهرجان السينما ما بيكرمش الرقص الشرقي، مش عارفة ازاي. يعني السينما مليانة رقص ما بيكرموش فيها الرقص الشرقي، ليه؟ بناءً على ايه؟ ايه شكل التكريم اللي كانت تتمناه دينا؟ والله العظيم لو ورقة حتى، بس يبقى بلدي كرمتني. ما ينفعش ابقى متكرمة من الحكومة الفنلندية، متكرمة من ألمانيا، متكرمة من إيطاليا، متكرمة من أمريكا بكل ولاياتها، متكرمة من كندا، من استراليا، ما بقاش مكرمه من مصر. انا لما بشوف الجوائز بقعد اقول يا جماعه في جائزه ناقصه هنا، يا جماعه يعني كل البلاد دي ما فيش مصر، في جائزه واحده بيهم كلهم. طبعا البرازيل كرمتني، يعني مش معقول، مش معقول. روسيا، لما تقعدي تعدي البلاد اللي كرمت، يعني يمكن كل البلاد وتبقي مش مكرمه. ده أنا عندي تكريم للرأس الشرقي من عمان، من سلطنة عمان، وما عنديش من مصر. بتزعلك. تكريم من مصر ليه معنى كبير عندك؟ مصر دي غير. مصر دي أنا بالنسبة لي دي the land of belly dancing، دي أرض الرأس الشرقي. يعني دي أي رقصة تتمنى ترقص هنا. هم ليه بيجوا بالألوفات يرقصوا هنا؟ لانها لو رقصت هنا حتى شهرين بالنسبه لها هي حققت حلم حياتها. هتحقق حلم حياتها، بس مش هتبقى دينا.